له. نجي القائمة الأخرى في ركلات الجزاء الغير محتسبة عليه. نعم. وبنذكر برضو أول خمس فرق وبشكل سريع، أتمنى الشباب بس الحالات ما يأخرونها لي بشكل سريع وأنا بذكرها. طبعا عندنا في المرتبة الأولى لم يحتسب ركلات جزاء مستحقة، لم تحتسب عليه التعاون 13 ركلة جزاء، كانت الأولى أمام الحزم على التعاون، وبعدين أمام الاتحاد هذه الثانية، وبعد كذا ثلاث ركلات جزاء أمام الرائد، وبعد كذا كانت ركلة جزاء أمام أبها وخسر فيها أبها، بعد كذا كانت أمام الهلال ركلتين جزاء لم تحتسب للهلال على التعاون، واستفاد منها طبعا التعاون، وهنا اللي هو أيضا أمام النصر لم تحتسب ركلة جزاء على التعاون، وبعدين أيضا لم تحتسب ركلة جزاء على التعاون أمام الرائد في مباراة الدور الثاني، أيضا أمام الهلال ركلتين جزاء في الدور الثاني لم تحتسب للهلال ضد التعاون، بنشوفها الآن. الأولى كانت على سالم والثانية أعتقد على جوميز، أيوة، والأخيرة كانت أمام الأهلي ركلة جزاء للأهلي لم تحتسب أمام التعاون. نشوف هنا واضحة المخالفة، مسك هنا واضح من المدافع. نجي للفريق الآخر اللي هو الأهلي، أيضا لم يحتسب عليه 11 ركلة جزاء كانت مستحقة، الأولى أمام النصر في مباراة الدور الأول، الثانية أمام التعاون في المباراة اللي جمعتهم الدور الأول، بعد كذا أمام الحزم، وبعدين أمام أبها ركلتين جزاء أمام الرائد لم تحتسب للرائد ضد الأهلي، بعد كذا كانت ركلة جزاء للعدالة لم تحتسب ضد الأهلي، وأيضا الوحدة هنا له ركلة جزاء لم تحتسب أمام الأهلي أيضا. نجي بعد كذا طبعا هذه العدالة، وبعد كذا الوحدة وأيضا الفيحة لم تحتسب، هنا نشوف ركلة جزاء للفيحة لم تحتسب، وبعدين التعاون لم تحتسب له ركلة جزاء أمام الأهلي في الدور الثاني، وفي الأخير أمام أبها في المباراة اللي جمعتهم الأخيرة ركلة جزاء لأبها لم تحتسب على الأهلي. نجي في المرتبة الثالثة، أبها كان من المفترض يحتسب عليه 10 ركلات جزاء، كانت أمام الهلال في المباراة الافتتاحية ركلتين جزاء ما احتسبت عليه. نجي للثالثة كانت أمام الرائد، الرابعة كانت أمام الاتحاد لم تحتسب للاتحاد ضد أبها، بنشوف مخالفة تحت بالقدم، نشوف هنا الركل، بعد كذا الخامسة كانت أمام الحزم في الرس، وبعدين أمام التعاون اللي عرضناها قبل شوي كانت في أبها، وأيضا ركلتين جزاء للفيحة كانت مستحقة ما احتسبت أمام أبها في المجمعة، هذه الأولى على حارس المرمى والثانية كان في مسك، وبعدين قبل الأخيرة أمام النصر اللي فاز فيها النصر وما كانت مؤثرة، هنا الأخيرة كانت أمام الفتح وأيضا اللي فاز فيها الفتح وكانت ركلة جزاء مستحقة للفتح لم تحتسب وما كانت مؤثرة. المرتبة الرابعة اللي هي قبل الأخيرة في حالات الفيديو، الفيصلي كان من المفترض يحتسب عليه 7 ركلات جزاء، الأولى كانت أمام الفيحة في المباراة الافتتاحية اللي جمعت بينهم، بنشوف هنا الركل واضح على قدم اللاعب، بعد كذا أمام الفتح لم تحتسب، هنا نشوف مهاجمة أيضا أمام الهلال لم تحتسب على الفيصلي ركلة جزاء، وبعدين أمام أبها بنشوفها أمامنا الآن، بعد كذا أمام الاتفاق وفاز فيها الاتفاق وما كان خطأ مؤثر، الأخيرة أو آخر ركلتين جزاء كانت أمام العدالة وتضرر منها العدالة لأنه ركلتين جزاء لم تحتسب والعدالة خسر فيها نقاط هذه المباراة. عندنا اللي في المرتبة الأخيرة باللقطات الفيديو اللي هو العدالة، 7 ركلات جزاء كان من المفترض أنها تحتسب ضده، الأولى كانت أمام الأهلي في المباراة الافتتاحية وشفناها قبل شوي هذه اللقطة، بعدين أمام الفيصلي ركلة جزاء كانت مستحقة للفيصلي لم تحتسب ضد العدالة، بعد كذا أمام الاتفاق بنشوف هنا أنه في حركة إضافية لليد، بعد كذا أمام النصر لم تحتسب للنصر، نشوف هنا على حمد الله في مسك واضح من مدافع العدالة، بعد كذا أمام الاتحاد بنشوف هنا ركلة جزاء للاتحاد مستحقة،
والقبلة الأخيرة أمام الحزم كانت ركلة جزاء للحزم لم تحتسب في باليد مخالفة على مدافع العدالة، الأخيرة كانت أمام الهلال وبنشوف هنا مسك واضح في المباراة الأخيرة اللي جمعت بينهم، ما كان خطأ مؤثر على اعتبار أن الهلال فاز. نجي الآن لسرد ركلات الجزاء المستحقة الغير محتسبة على الفريق الفيحة، 6 ركلات جزاء، الهلال والاتفاق والشباب والرائد كان من المفترض أنه يحتسب عليهم 5 ركلات جزاء مستحقة، الحزم الاتحاد ضمك 4 ركلات جزاء مستحقة المفترض تحتسب عليهم، بعد كذا الفتح 3 ركلات جزاء، النصر كان من المفترض أنه يحتسب عليه 2 ركلات جزاء، وبعدين في المرتبة الأخيرة الوحدة فقط كان في مبارياته جميعها كان من المفترض أنه يحتسب عليه 1 ركلة جزاء وحيدة ولم تحتسب. هذا طبعا كل ما لدينا في المذكرة إلى المرحلة اللي هي 29، نتمنى إن شاء الله ما يكون عندنا في المرحلة 30 أي أخطاء تحكيمية عشان تكون هذه الحلقة الختامية للمفكرة إن شاء الله. مفكرة وليست مذكرة. هي سوري أنا قلت مذكرة، سوري هي مفكرة، سوري. الله يكفينا شر المذكرات، يعطيك العافية. اي والله شكرا لك، ما ادري من اللي قال لي مذكرة قبل، يعطيك العافية. شكرا لك كابتن فهد، شكرا.